يلا شوت. فاول فاول لمس الاحمر فاول. افتح اي مكان قولك هناك هذيك. يلا يلا يلاقينا بافراح ويونسنا ويمتعنا تحدينا به فرحا به يحلو تجمعنا به نلقى مسارات لدرب السعد تدفعنا. يا سلام نافس دون ما حد اغنى عن فوزنا. المباراة قوية اعزائي المشاهدين بين الازرق وبين الاصفر. ونشوف من يفوز نشوف من اللي يفوز. فهد يمديك تسجل عليهم. فريد الحب شجعنا فريد فارق جدا. يلا عبد الله عادي 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 لمس الاحمر لمس الاحمر. ها ركز ركز تكفى. دخل حق ادلى ما دخلت ما دخلت ما دخلت ما دخلت. تحدينا به فرح به يحلو تجمعنا به نلقى مسارات لدرب السعد تدفع. يا سلام النقطة الأولى للفريق الأحمر. كمل. يلا سوي تبديل الآن. تبديل لاعب ثاني. تبديل الفريق الأزرق الآن كرة عندك تبدأ. يلا الفريق الأحمر أقرب الآن من الفريق الأصفر. كرة عندك يلا. والهدف الثاني للفريق الأزرق. تبديل الآن. تبديل يا شباب تبديل. لا لا عاد يلا عندك الآن. يلا عبد الملك كرة الفريق الأحمر. كرة عند الفريق الأحمر. الفريق الأحمر باقي له كرة واحدة فقط أو الكرة الثانية. كرة لمس الأصفر أول. فاول للفريق الأصفر. عبد الملك الآن الكرة للفريق الأصفر. الكرة للفريق الأصفر. هل يعادل النتيجة أو يكون تقدم للفريق الأصفر؟ الترقب والانتظار. هذه حركة جديدة. الفريق الأحمر يلعب والتركيز العالي. يا سلام على الفريق الأزرق. يا سلام عبد الملك. الهدف الأخير للفريق الأزرق. اللاعب الأخير يدخل عند الفريق الأزرق من البديل. من البديل الكورة عند الفريق الأزرق. هل تكون آخر لقطة في المباراة والفريق الأزرق ينتصر؟ فاول للفريق الأزرق. إيه إذا شاطها هو فاول الأزرق اختار المكان اللي يبيه. كورة عند فارس. يلا يا فارس. الفريق الأصفر هل يجعل النقطة الأخيرة الحسم لزميله؟ هل فارس يعطي النقطة التعادل للفريق الأصفر؟ يلا يا فارس. يلا يا فارس. يا سلام يا سلام. عادي 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 عادي. يا سلام. اللقطة الأخيرة البديل الأخير. من معاذ بيدخل؟ معاذ دقيقة. عبد الله عبد الله الكورة عندك يا معاذ. الكورة هذه أصعب كورة في المباراة. لقطة الختام هذه تلعبها بذكاء. هذه يبغى لها ذكاء. إذا دخل أحمر الفريق الفائز الفريق الأزرق. ركز يا معاذ العب ذكاء. ركز مو لازم تدخلها ترى. يا سلام يا سلام. عجبني النقاش. يا سلام يا معاذ. لعبة ذكية جدا. لعبة ذكية جدا. عبد الله اللقطة الأخيرة. عبد الله ادخلت ادخلت الكورة. الفريق الفايز هو الفريق الأزرق في لعبة مليون.